عبر الهاتف من البادية الشاميه ينضم لنا ابو سيف القلموني، عضو المكتب الاعلامي في قوات الشهيد احمد عبده. اهلا بك معنا. التطورات العسكريه على الارض، يعني في تقدم خاصه فيما يخص تقدم الجيش الحر في هذه المعارك، لو تضعنا في صوره اخر تطورات الى الان. يسعد مساكي. بالفعل من خلال معركة الأرض لنا قام قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية بمباغتة عدة مواقع تابعة للميليشيات الانفصالية الإيرانية والميليشيات الحشد الشيعي القادمة من العراق، بالإضافة إلى الميليشيات الأفغانية. فجر اليوم في الساعات الصباح الباكرة قامت قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية بدك حاجز زازا وحاجز السبع ديار وتحقيق اصابات واهداف مباشره في تلك الحواجز. هذا العمل هو بدايه عمل كبير وواسع في المنطقه، يهدف الى ايصال فكره للميليشيات لقوات النظام والمدعومه من الميليشيات الشيعيه العراقيه بان هذا الطريق او الخطه القائمين فيها لوصل الحدود العراقيه السوريه لم تمر بالسلام. نعم. القصف طيب، المنطقة الآن التي تجري فيها الاشتباكات وهي تحديدا البادية، إذا ما تحدثنا عن المنطقة من حيث الأهمية الجغرافية الاستراتيجية، ما هي الأهمية؟ هلا بالنسبة للأهمية الاستراتيجية، طريق استراد دمشق بغداد هو الطريق البري الوحيد الواصل ما بين العاصمة دمشق وبغداد، أو خلينا نقول العراق. هذا الطريق سابقا قبل سيطرة فصائل الجيش الحر عليه كان قوات النظام تستعمله لاستجلاب المرتزقه، يعني احنا بنحكي عن الميليشيات العراقيه المرتزقه من الميليشيات العراقيه وحزب الله العراقي وحتى الميليشيات الايرانيه مرورا من بغداد الى سوريا دون حسيب او رقيب، حتى كان يستورد الاسلحه والذخائر. ولكن في سيطره فصائل الجيش الحر نحن قطعنا الطريق بشكل نهائي، وخصوصا من منطقه القلمون الشرقي. قوات النظام ساعد في الآونة الأخيرة من بعد سيطرة فصائل الجيش الحر وفرض تنظيم داعش إعادة السيطرة على هذا الطريق في التزامن مع قدوم الميليشيات ووصولها إلى الحدود العراقية منطقة القائم. نعم. هاي المنطقة بتوصل مدينة العراق يعني دولة العراق في دولة سوريا، طريق عبور، طريق للعنصر البشري والذخائر والسلاح. شكرا لك أبو سيف القلموني، عضو المكتب الإعلامي في قوات الشهيد أحمد عبده، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من البادية الشامية.